مشاهدينا بدي حييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. للحقيقة الحقوق شيء، المطالب مهمة كتير، ولكن لما المواطن اللبناني بيعرف يطالب بحقه، بيعرف يلاحق المطالبة بحقه وياخد حقه بالقانون، بعتقد هيك منكون بلشنا ندخل على مرحلة إنه ما بقى حدا يقدر يتشاطر على أي مواطن. واجبات المواطن تجاه دولته عم يعملها، صار مفروض اليوم ناخد حقنا وما نغض النظر على ولا أي شيء، وهيك منكون منحس حالنا إنه بلشنا نعيش ببلدنا بكرامتنا. بداية معلومة، بمعلومتنا لليوم صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ما يلي: تعلن الهيئة إلى المواطنين الذين تراكمت عليهم غرامات رسوم السير السنوية الميكانيك نتيجة إقفال الطرقات سيدفعون 15% من غرامة 10% المترتبة عن تأخير شهر، وذلك عملاً بأحكام المادة 34 من قانون الموازنة رقم 143 الصادر بالجريدة الرسمية تاريخ 31/7/2019، أي موازنة 2019. هيدي هي المعلومة. ولكن بما أنه حكينا عن الميكانيك، أنا بدي أذكركم أنه نحن كنا مفروض ب 18 شهر تشرين عملاً بقرار حمل الرقم 1762 صادر عن وزارة الداخلية والبلديات، وبالتالي قرار صادر عن رئيسة مجلس إدارة مدير عام هيئة السير هدى سلوم أنه بدءاً من 18 تشرين كل اللي عندهم أرقام مميزة مفروض أنه يبلشوا يدفعوا على هذه الأرقام، وحصراً في دكوانة. وصارت طبعاً الانتفاضة الشعبية والناس ما لحقت تعرف لي بدها تدفعها مع مفعول رجع. يعني نحن بعد عنا شهرين وبينتهي العام 2019، يعني يلي دفع دفع. حتى هلأ إذا في ناس بدها تسجل سيارات ما بياخدوا منها ميكانيك عن كل سنة، بياخدوا منها على هالشهرين، فلي ما بتتجزأ هذه الرسوم؟ يعني ليه ما بيجزقوها؟ ليه بدنا يدفعونا اياها على السنه كامله؟ وليه بدنا نجيب كل العالم هلا ننزل اللي عندهم ارقام مميزه على دايره السير بالدكواني فقط حتى ندفعها من هلا لاخر السنه؟ ليه ما بتتجزأ؟ هذا موضوع اي مواطن عنده رقم مميز بيقدر يعترض لدى مجلس شورى الدوله حتى تاخذ طبعا تتجزأ، وبعتقد وزاره الداخليه كمان بتقدر تاخذ قرار بهذا الموضوع. ليه ما بتتجزأ الرسوم؟ رسوم الأرقام المميزة، لأنه اللي دفع دفع، عم نعمل مفعول رجعي بعد عنا شهر ونص بخلص السنة، يا جزقوا لنا إياها ينطروا لسنة الجاي وخذوا الرسم كامل عن كامل السنة. يعني بفتكر هذا موضوع لي فقنا عليه، أنه أوكي بموازنة 2019، بس ليش قبل بشهر ونص يعني من نهاية السنة أو شهرين؟ يا بيتجزأ مثل كل الرسم بيندفع للميكانيك، إذا سجلنا سيارة بيتجزأ الميكانيك، يا بدنا نروح على مجلس شورى الدولة يعطينا الحق أو ينقال شو مفروض ينعمل حتى المواطن اللبناني اللي ما عم يتهرب إنه يدفعها. ولكن غريبة شوي، يعني آخر السنة ومفروض تتجزأ، بتصور هيك. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-4444، باخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو؟ ألو، بونجور. بونجور، يعطيكي ألف عافية. صباح لبنان، صباح أكيد. الجيش اللبناني، أهلا فيكي، تفضلي. صباح الحرية. بس عندي سؤال عم يتردد على السوشيال ميديا، إنه في أحد المسؤولين السياسيين عم يتلقى زياراته بالقصر الجمهوري، هل يجوز إنه القصر الجمهوري يتحول لأحد السياسيين تيتلقى زوار ويخطط معهم؟ أهلا وسهلا فيك. بتمنى على المشاهدين، بتعرفوا برنامج الحل عنا منه برنامج سياسي، هذا برنامج بيحمل قضاياكم الحياتية والمعيشية والخدماتية،
حتى يحقق لكم إياها، حتى يوصلها للمسؤولين، وحتى ننال حقوق وننال حلول. إذا بدي أقول بعرف عندكم كتير من الأمور اللي بدنا نحكيها، بعرف إنه عم تتألموا كتير، بعرف إنه كرامتنا بهذا البلد فوق الاعتبار، ولكن كمان يومياتنا، حياتنا اليومية يعني كمان هيدي أساسية. بعرف قديش في عندكم مشاكل بالمي وبالكهرباء وبالطرقات في كتير مشاكل، وكلها بتنحل إذا كان عنا الإرادة. وأنتوا بتعرفوا هذا البرنامج له 10 سنين على الام تي في معكم، ولا مرة إلا ما كان صوتكم، ودايما هو صوتكم، ودايما عم نحاول إنه نجيب الحلول، إنه نساعدكم بكتير من القضايا. فنحن مستمرين بهذا المنهاج بموضوعية وبشفافية. يعني بعرف بعد 13 يوم 15 يوم اللي مرقوا، أنا في كتير أمور سمعتها من المواطنين على مساحة الوطن، وكنت عم بسمعها بالبرنامج، وكنا عم نتبعها مع المسؤولين، ويمكن ما انتهت لأنه بعد ما صار عنا كهرباء فاتورة 21، بعد ما وصلت عنا المي بفاتورة واحدة، بعد هلأني كمان شي طارق هو موضوع سعر العمولات، صرف العمولات. وهون بهذا الموضوع بدي نبه لكل المواطنين يعرفوا إنه السيارفة ما إلى سلطة عليهم أو رقابة مصلحة حماية المستهلك، لأن كنت عم شوف على التواصل الاجتماعي إنه يلي بيروح عن صرافه مش عم يلتزم بالسعر الرسمي، فيكن تتصلوا على 1739. سبق وصارت عدة مرات، والوزارة الاقتصاد قالت إنه هاي مش من صلاحيتها، هيدي من صلاحية لجنة الرقابة على المصارف، حتى تكون واضحين وحتى قول للرأي العام. لجنة الرقابة على المصارف هي الذي ستراقب الصرافين إنهم ما يستغلوا الناس، وما يكون في عرض وطلب، يعني يكون في التزام إذا بدي أقول بالسعر الرسمي. حبيت وضح النقطة هيدي حتى ما يتشوشوا الناس. باخد كمان اتصال آخر. ألو. ألو. أهلا تفضلي. أنا إلي زمان ناطرة. يلا قولي لي شو عندك. عنا الزبالة بجلية، بدنا نشوف كيف بدنا نشتغل فيها الزبالة. هني أصلا ما كانت عم ترفع ولا شو صاير بمجلية؟ قولي لي. لا لأن شي 4 أشهر هلا بشيل الزبالة، والزبالة صارت علو البيت، عاملين ريحة حوالى البيوت وبرغش ووصل. من 4 أشهر ما انشالت الزبالة عم ترقط؟ نعم مجلية. اف غريب. أوكي. حكيتوا البلدية، حكيتوا حدا شو جاوبوكم لما رجعتوا بالموضوع؟ والله ما حدا بيرد عليك. غريب. نحن رح نتواصل مع مجدلية لنشوف شو القضية. أهلا وسهلا فيك. إنه 4 أشهر مش مرفوعة على الزبالة شيء كتير خطر. أهلا فيك من مجدلية. كمان اتصال. ألو. مرحبا. مرحبا. كيفك ست ريبيكا؟ مشكور الله. بدي احكيكي من شان الميكانيك. ايه. الو مرحبا. ايه عم بسمعك تفضل. انا عم بحكي معك من طرابلس. ايه اهلا وسهلا فيك. عم بحكي من شان الميكانيك، يعني الواحد بيطلع يعمل كشف على سيارته بيتبهدل وبينزل. يعني اليوم معلش ال 34,000 اللي عم ياخذوها منا تاخذها الدوله. اذا افترضنا عندنا 3 مليون سياره بالبلد بدخلوا للدوله 100 مليار و200 مليون. تاخذها الدولة لأنه عم نطلع نتبهدل فوق وننزل. معك حق، وهذا مش مطلب جديد. المؤسف إنه قديش كنا عم نحكي بمراكز. أنا خبطت سيارتي مرتين يسقطوها يقولوا لي عم بتدخن، يروحوا يلحقوا السيارات اللي مشي غير شرعية على الطريق. 100%. ولا أنقاض. يعني المواطن الصالح دائما عم يدفع ثمن إنه مواطن صالح. من زمان مش من هلأ، لأنه في ناس ما بتدفع الوقت بتنطر إنه يكون في تخفيض، بيهجموا فرد هجمة بآخر السنة مشان التخفيض قبل ما تنتهي المهلة، بيكونوا عم ياخدوا مكان الناس اللي دورة تروح تلقائيا. معك حق. صار عم يجبروني يكون غير صالح. كمان ليك بدي أقول لك شغلة. بتصور إنه الدولة اليوم مفروض إنه صارت لازم تنتبه لهالقضايا اللي هي عبء على الناس ومعاناة ناس طويلة ومن سنين. يعني قدي قلنا عم نسمع انه رح يزيدوا مراكز الميكانيك حتى الناس ما تعمل مسافات طويلة ما تتبهدل. يعني المواطن اللبناني اللي عقوم بواجبه اللي عم يترك شغله ويطلع يقعد 2 و3 و4 مشان تيمرق سيارته على الميكانيك ليكون ضمن القانون وضمن يعني القرارات اللي عم تصدر، منه مضطر بقى يضيع وقته ويضيع كل نهاره
حتى يعمل شغلة هي الميكانيك اللي لازم يعملها كل سنة وحسب أرقام السيارة بأشهر محددة، مش مسموحة بقى. من هون بتبلش الحلول، بتبلش لما بنسمع صوت الناس ومنخبر الناس إنه بلشنا نلاقي لهم الحل الجذري والنهائي. معك حق اللي عم بتقوله، معك حق 100%، ومش جديد يلي عم بتقوله، ورح نضمنا نذكرهم إنه نحن موجودين تنقل لهم إنه مفروض يلتقى حل اليوم قبل بكرة لهذا الموضوع على مساحة الوطن، مش بس بالشمال، مش بس بالشمال، بالجنوب وبالبقاع وببيروت. ويعني هيدا موضوع سمعنا كتير وعرفنا في مراكز، وين صارت المراكز الجديدة؟ وين صارت؟ معك حق، منك مضطر تضيع وقتك. كمان اتصال؟ تفضل. شكرا كتير. أهلا، شو عندك؟ أنا معك، شو عندك؟ أنا قلت لك الكيس تاعيتي إنه أنا صار لي 7 سنين ما حدا عم يقبلني بشغل، والسي في تاعيتي فاضية لأني معي هوية مش لبنانية، مع إنه أمي لبنانية وأخذي ببيع على أساس لبناني، طلع منه لبناني، أخذوا لي إخراج القيد العائلي اللبناني وأعطوني هوية تانية. يعني الآباء يأكلون الحصرم والأبناء بيدفعوا دائما الثمن. وانا بي متوفى من 93، بي متوفى من 93، انا لاطلع عمر جعيون بدي اذن من امن العام لفوت على اراضي اللبنانيه، عم بتجول باراضي لبنانيه بدي اذن من امن العام. وانت خلقان بلبنان؟ انا خلقان ببيروت، ببيروت الادكيشن تاعيتي ببيروت، ما بحياتي طالع برات لبنان، وممنوع اطلع برات لبنان ولا اشتغل بلبنان. طب انا كيف بقدر اعين امي اللبنانيه؟ يعني كان مفروض تتسجل بوقتها، وقت اللي خلقت بالبيت كان مفروض تتسجل، يعني يعملوا لك هوية ويسجلوك. ومدام ريبيكا في شيء بدي أقول لك عنه بس تحت الهواء، بتمنى عليك أرجع أتواصل معك، شيء كثير أهلا وسهلا فيك. مهم. أهلا وسهلا ناسي. فيك أهلا وسهلا فيك. يعني قديش في ناس كمان أنه بيحملوا اسم بس ما بيحملوا هوية، هيدي شغلة كتير خطيرة. من هيك دايما منقول للأهالي ما تتأخروا بتسجيل ولادكم، حتى ولو كانوا الأباء غير لبنانيين، يعني دايما الولادة بدها تتسجل أقله عند مختار، لأن ما في ولد يخلق ما عنده هوية، ما عنده اسم، لأنه الهوية شغلة كتير أساسية، كتير أساسية. وبعرف قديش صار فيه، يعني بعرف اليوم قديش في جمعيات عم تشتغل بهذا الموضوع، عم بتوعي كتير الأهالي أنه ما يتأخروا بتسجيل أولادهم حتى ما تنعكس على الأولاد بالنتيجة، وهيدي حالة منهم. كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا. مرحبا. مرحبا. يعطيك العافية، معك مواطن. أنا سافرت ب26 شهر الماضي. نعم. أنا بدون ما حدا بلغني إنه ممنوع تأخذ معك الباور بانك على بالطيارة أو بالشنطة، أو كل عمري أخذها أنا لا المكاتب ولا حدا. أخذنا هالباور بانكات معنا بالطيارة، وصلنا على مطرح ما كنا مسافرين، فتحنا لقينا محطوط وراء انه هالباور بانك بتاريخ كذا كذا وبتراجع هذا الرقم. من 26 شهر الماضي لليوم بتصل وبنزل على المطار، صرت نازل 4-5 مرات، بلاقي العالم واقفه بالدور، بهدله جرصه، تعذيب للعالم. يا استاذ بدنا استاذ يلا هلا اتصل على هذا الرقم، بنتصل على هذا الرقم ما حدا بيرد. عاملين مافيا، يعني انا بعتقد هيدي سرقه للباور بانك، لانه كنا نحن 12 واحد واقفين ورا بعضنا. قال مسيو ما عم نلاقي لك اياها، كيف اي منطق معي ورقه التاريخ العنوان الساعه كل شيء، ما هذا بيقدر يعطيني الباور بانك اللي هن اخذوها؟ طيب الباور بانك عندنا 10,000 باور بانك بدري. طيب خليني اول شيء افهم من حضرتك، الباور بانك يعني اخذوها منك بمطار بيروت قبل ما تسافر؟ نعم. بمطار بيروت؟ نعم بمطار بيروت. معرفت اللي هي طالع على الطيارة. أنا معك، معرفت عن مين صادر القرار؟ أي وزارة، أي إدارة، طيارة مدني؟ مين؟ سألنا قال لأنه هلا صار في مكانات جديدة هيدي الباور بانك ممنوع تطلع على الطيارة، طب ليش ما بلغتونا؟ قال مش ما بنعرف، طب خلينا نحكي مع حدا. قال ما فيك تحكي مع حدا، بس اللي لك اياه بنتصل فيك. نعم. يعني كان مفروض على إدارة طيران المدني مثل ما حاطين تعليمات لكل المسافرين يكون هيدي تعليم جديدة مبينة بكل المطار انه ما حدا ياخذ الباور بانك معه لانه رح تطوع. هلا اوكي حجزوها ويمكن نعم باردون شوي، التعليم طلعت من يومين ثلاثة، ولكن اي متى طبقوها؟ ب 23 شهر من يومين ثلاثة طلعت.
خبروني عنها، بس انا وقت سافرت في 26 شهر الماضي، انا وقت سافرت ما في تعليم وما حدا بلغني. يمكن هذا الخطا. كل دول العالم، على امريكا، على فرنسا، على بريطانيا، على على ايطاليا، ولا مره حدا شالها من الشنطه واخذها. طيب طب يا جماعه انتم اخذتوها من الشنطه وحطيتوها لنا ورا واتصل على هذا الرقم، طب ما رجعوا لنا اياها، ليش ما تكون تشتروها؟ اي رقم قدامك الرقم اللي بنتصل عليه؟ لا منه قدامي، اعطوني ورقه يعني وحطوا لي الرقم. طيب في حتى ضابط تحت. نعم. بس فوتي تتسلمي بس الباسبور وتفوتي تتنبشي شنطك الاذن، قال لي يا مشير انا حاسس معك، اعطيني رقمك وانا بدي اشتغل لك عليها. قد ما عيطت وصرخت قالوا لي اعطينا رقمك، قلت له هذا رقمي، قال لي فل، انت صرت جاي ثلاث اربع مرات فل. طيب. وانا راح بجيب لك اياها. انا اللي بدي اقوله لمسؤول، انا وفالل. نعم. انا وفالل. قال لي واحد، قال لي واحد، قال لي ما تتعذب، هولي عم يسرقوهن، عم بيبيعوهن، عم بيجمعوهن وبيقرطون، بيقولوا لك ما عنا اياهن وبيبيعوهن. انا سؤالي بس بدي اقول شغله، هو ملوع الزلمه حرام اكيد، بس انا في شيء بدي اسالك اياه كمان. لما اخذوا اعطوك رقم، يعني معناتها كل الباور يا البنك اللي موقفين كل نعم. كل وحده إلى رقم، يعني مزبوط. في رقم متسلسل، يعني مزبوط. اذا بيو مطرح ما حطون اذا فتحوا بيقدروا يعرفوا الارقام. برافو برافو، هيدي القصه. وموجودين بمطار رفيق الحريري الدولي. مزبوط مزبوط، من تاريخ 26. مزبوط. يمكن قبل بس مزبوط. انت صرت معك 26. اوكي، الساعه 3 وجه الصبح. تريبيا، نحن رح نتواصل مع الطيران المدني ببيروت عن رئيس المطار لنشوف شو هي هيدي القضيه وشو مصير كل هالباور يلي انحجز ويلي قالوا للناس هيدا رقم بس ترجعوا فيكم تطالبوا فيه وتقضوا، مثل الواحد شنطه بتضيع ولا بتجي مأخره بيعطوا بي على التيكت، بيقدر من خلاله يفوت يقول لهم انا هيدي التيكت تبعي، هيدي شنطتي اللي ما وصلت اعطوني اياها، بنفوت على اوضه وبناخذها وبنفل. خليني اسال اداره المطار شو هيدا التدبير وشو مصير كل يلي انحجز واخذ ارقام. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو، اهلا تفضلي. الو، اهلا. بونجور. بونجور، معك ميرنا ابو موسى من بيت شباب. ايه اهلا مدام ميرنا، تفضلي، مش اول مره بتحكيني. يعطيك انت يعطيك العافيه. انت مش اول مره بتحكيني. انا كثير بحترمك وبقدرك، كل الاحترام والتقدير. الله يخليك، تفضلي. انا بدي اقول للشعب اللبناني ان الثوره من زمان مبلشه من بروجرامك. اذا بتتابع العالم وبترجع فيدباك لورا بتعرف انه الثوره مبلشه من بروجرامك، لأنه حضرتك تسمعي صوت الشعب، صوت العالم، العقل العادي، ما بدي أحكي سياسة. هيدي أولا. ثانيا برجع خاص لكل لبنانية، لكل الشباب، أنه هالثورة تكون ثورة الشعب المضبوط اللي بدهم لبنان. لأنه نحن هلأ إذا بتفكري مضبوط نحن عم نبلش نفكر بالهجرة. عنا أمل بالوطن، منحب نسور ومنحب كل شيء، بس عن جد انه هلا بهي الثوره بليز ما يحولوها ثوره سياسيه، مع احترامي لكل الاحزاب. بليز، في عالم بدها تعيش، في عالم بدها تعلم اولادها، في عالم بدها تتطور، ما فينا نضلنا محلنا بهالطريقه. يعملوا معروف كل الشباب وكل المسؤولين عن الاحزاب يحترموا انه عندنا وطن وفي عالم بدها تعيش بهالوطن. هي اخر خرطوشه. رجا خاص، وانا كل الاحترام والتقدير لرئيس جمهوريتنا والله يقويه يحفظ لنا اياه، هيدا رئيس جمهوريتنا. بدنا كل العالم تحترمه وتوقف حده وتقدره. ميرنا، هذا الظرف اللي هو فيه. ميرنا اهلا وسهلا فيكي. انا اللي بدي اقوله وقلته ببدايه الحلقه انه كل انسان ما راح يتخلى لا عن ارضه ولا عن وطنه ولا عن هويته ولا عن مطالبه ولا عن حقوقه. المطالب شيء والحقوق شيء. حقنا انه نطالب بابسط الامور وحق الدوله ان تقلنا انتوا اشتغلوا وانتجوا واتركوا الباقي علي. النهار اللي منوصل لدوله بتحترم شعبها وبتسمع صوت الناس، لانه هيدا منه صوت الا طالع من حرقه قلب، من محبه اكثر للبنان. لا، ما رح نترك لبنان، نحن باقيين بلبنان وبدنا ناخذ حقنا بلبنان وبدنا، وهيدا حق. برجع بقول فرق بين المطلب وبين الحق، ما لازم أبدا نحن حقوقنا تضيع.
حقنا بأبسط الأمور نعيش فيها ببلدنا. ما عم نطلب شيء، الناس ما عم تطلب شيء، الناس عم تطلب إنها تعيش بكرامتها. ويلي بيعرف معنات كرامة شو معناتها ببلد بفتكر بيعرف كيف بتتأمن الكرامة. بكل بساطة ما بدها كتير، يعني ما بدنا نفلسف الأمور ولا بدنا ناخدها مطارح تاني، خلينا هيك من حياتنا اليومية، ما بدنا نصعب الأمور على حالنا، ناخدها هيك ببساطتها. منعرف قديش مهمة وعميقة. صوت الناس هو صوت مقدس. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عنا عبر الام تي في، وبتمنى نحن عم نحاول نطلب مدير المطار الأستاذ فادي حسن حتى يخبر الناس إذا مزبوط ما ياخدوا معهم الباور بانك، لأنه في كتير ناس بتسافر ما في حدا بيسافر مع السليولار إلا ما يكون معه باور بانك، خصوصا بهالفترة هيدي ودايما. فإذا هذا قرار متخذ حتى الناس تعرف ليه اتخذ، وحتى ما كمان ينحجز وما ترجع تاخده. يعني إذا هذا قرار متخذ بمطار رفيق الحريري الدولي، خلي ينعمل بينه ويطلع معنا حدا. احنا عم نحاول اتصال، برجع بقول، بمدير المطار حتى يوضح هالشي للمواطنين ليعرفوا اذا مزبوط ما فيهم ياخدوا باور بانك يطلعوا معهم على اي طيارة، وبالتالي كل يلي انحجزت الباور بانك تبعهم واخدت رقم يجدولوها، واي متى فيها الناس تروح تسحبها ترجع. يعني بدها توضيح اليوم قبل بكرة، لانه حركة المطار مستمرة يعني ما بتوقف. باخد اتصال. الو. الو الو، تفضلي مدام. انا في عندي انه بدي احكي معك بموضوع مع قائد الجيش، بتمنى توصلي له اياه، ونحن كثير بنحبه وبنحترمه. اجت دفعة جيش من تفضلي. إذا دفعة جيش من سنة تقريبا، ونحن وإذا أسامي هالشباب كلياتي، وإن من الزملة ابني معن كمان إنه نقبل بالجيش، وقولون إيه، وقولولن إنه وقولولن إنه وقولولن إنه انتظروا اتصال مني إيه، ودقولن حتى يستدعون يعني للخدمة إيه، ودقولن إنه مشان يحضروا حولهم، وتركوا الشباب أشغالهم وقعدوا لحتى لينطروا بس لحتى يدقوا لهم. فجأة بيدقوا لهم أنه لغت الدفع، ونحن بتمنى منك كتير كتير أنك تعيدي لنا النظر فيها وتحكي لنا معك قد الجيش، بركي بيرجع بيغضون وبينظر لوضعهم. أهلا وسهلا فيك. والله السبب كتير كتير تعبانين. أهلا وسهلا فيك. بعرف أنه ما في، إذا كنت من عكار أو لنشيل، أنا سلاف أنه عكار هو خزان الجيش اللبناني، لأنه من لهجتك لهجة شمالية. قديش حلو أنه الشباب بتنخرط للجيش، كتير شغلة مهمة لخدمة الوطن. يعني هيدي الدفعة اللي عم تحكي عنها يعني بتمنى إعادة النظر فيها. هيدا قرار يعني متخذ على صعيد القيادة، يعني إن شاء الله بيرجعوا بياخدوا قرار فيه، وبيرجعوا بيستدعوا كل الشباب يلي رغبة تدخل على مؤسسة الجيش اللبناني اللي نحن بنحترمها وبنحييها. كمان اتصال. ألو، مرحبا. مرحبا. في عندي قضية إنه في دكتورة بالجامعة اللبنانية صار لها طالعة تقاعد سنة وثلاث شهور، وصل هلا ما اجاها تعويض من وراء انه الملف عند امين عام مجلس الوزراء، وقصة ما بيمضي ما بيحيل على مجلس الوزراء. سنة وثلاث شهور. عندك رقم الملف؟ رقم الملف؟ ما رقم الملف او تاريخه؟ رقم الملف 2023. اوكي. تاريخ ثانية. رقم الملف تاريخ 29/5/2019. الو، عم بسمعك. باسم الدكتورة ديانا كامل وهبي. اوكي اوكي، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو. ايه مرحبا. مرحبا. ايه عم بحكيك من عرامون، معك فريد الجوهري. اهلا استاذ فريد، تفضل. كنت عم تحكي من شوي على باور بانك بقلب المطار. نعم. أنا مشكلتي أكبر من هيك.
تفضل. السيارات اللي عم تفوت على الموقف نعم بتدفع 6500 اذا قعدت 3 دقائق بالموقف. مزبوط، هيدي تسعيره بكل بلدان العالم. بكل بلدان العالم بتروح على المطار، اول ما بدك تفوت على المطار اذا بدك تفلي او بدك تاخذي حدا بياخذوا شيء رمزي على الباب. نعم مزبوط. ما بعرف عندنا بلبنان بس اللي بده يفوت على الموقف هو اللي بيدفع. طيب ليه ما بيعملوها كل العالم بدها تفوت على المطار تدفع شيء رمزي يعني شغله 1000 ليره؟ المطار بيستفيد اكثر بكثير، واللي عم يفوت على الموقف كمان بيكون وفر عليه 6500 اذا قعد 5 دقائق. ليك موضوع الباركينج تبع المطار، هيدي شركه يعني انعمل اذا بدك شركه مستثمرتها يعني، عرفت؟ بالسنة بهيدا عقد بعقد الاستثمار في ناس عم بصفوا ساعتين وثلاثة برا مزبوط بس ليقدروا يفوتوا ما عم بيخلوهم كمان لأنه الدوريات دايما بوقفوا ويعملوا اللي عم بيصير اليوم إعادة نظر بهذا العقد حتى يتسنى لأنه مش كل الناس ما عاد تدفع هالمبلغ الكبير. مشان معك حق يعني هو المطلوب مزبوط، هو المطلوب إعادة النظر بهذا العقد يعني بدك تشوف شروط العقد. بكل بلدان العالم مسافرين نحن وبنعرف كيف، ما بس بدك تفوتي على المطار في رمز شيء لا يذكر يعني تقريبا 1000 ليرة أو دولار وعلى كل الناس. معك حق، يعني اليوم لازم نطالب إعادة نظر بالعقد، وما بعرف إذا العقد على سنة ولا كم سنة كمان يعني لأنه بعتقد على أكثر من سنة العقد. هلأ إن شاء الله إعادة النظر بالعقد ممكن، يعني فكرتك جيدة أنا بطرحها بس إن شاء الله ياخدوا بعين الاعتبار هذا الموضوع إن كمان إن شاء الله إن شاء الله. نحن عم نحاول اتصال بمدير المطار، فهمني انه اكيد يلي عنده قلي اي مشكله من هالنوع بيقدر يراجع مدير المطار اداره المطار بموضوع الباور بانك يلي انحجز وله رقم. باخذ اتصال كمان. الو 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 تفضل. انا معك. عايزك تحكي مع مدام ربيكا. ايه معك تفضل. مدام ربيكا بونجور. بونجور، شو عندك؟ بدي اسالها بس بدي احكي عن اسعار الحليب للاطفال. ايه شو صار غليت؟ بدي اسالك مدام اسعار الحليب غلي؟ غلي، كان ب 23 قبل الثوره صار ب 35 بعد الثوره. هو لأنه موضوع سعر صرف العملة هو اللي أثر على الأسعار. يعني اليوم مصلحة حماية المستهلك إذا كان في ضبط لسعر العملة هي قادرة أنها ترجع الأسعار إلى ما كانت، ولكن اليوم صرف العملة هو اللي أثر على الأسعار يلي أنا اليوم حكيتهم صباحا يلي زادت بين 10 و15 و25%. ولكن اليوم إذا ما صار في تثبيت للعملة أو إعادة نظر بصرف العملة رح يبقى الفوضى ماشي هيك. يعني مطروب اليوم إعادة النظر بموضوع صرف العملة لأنه هي اللي عم تنعكس على كل الأمور، مع أنه حليب الأطفال مش لازم إطلاقا يتغير سعره. يعني هيدا من بديهيات نمو الأطفال، يعني هيدا منه كماليات للأطفال. معك حق أنك حكيت، بس اللي فهمته أنه قضية صرف العملة هو اللي مأثر على أسعار السلع. بدي انتقل إلى المتن وتحديداً المتن السريع. اليوم صباحاً وصل لي شلالات المياه القاسنة يلي عم بتكب كلها بآخر نزلة نهر الموت. يعني بس نخلص طريق المتن السريع. تفضلوا، هيدي صباح اليوم ما بعرف إذا الصورة واضحة، أكيد نحن هون مش بجزدين ولا شلالات المي، هون شلالات من نوع آخر، شلالات المياه الصرف الصحي يلي عم تنزل من هالمكان اللي عم نشوفه بتصير على طريق المتن السريع آخرها لما منوصل على أول نهر الموت. هيدي مسؤولية عدة بلديات، مسؤولية الماء وإعمار، مسؤولية وزارة طاقة ومياه، ولكن مش مسموح مع بداية الشتاء إنه ما يكون في إلها حل.
لأنه هيدي كمان غير سلامة الناس، هي بتعمل كمان حوادث سير. ناخد اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. يعطيك العافية. أهلا. معك شادي كرم الدمور. أهلا أستاذ شادي. كيف صحتك؟ الحمد لله. إن شاء الله الدمور لملم حاله بعد هالحرايق اللي صارت. إيه والله يا مدام ريبيكا يعني أكلناها. تفضل شو عندك؟ مدام ريبيكا عندي سؤال. عندي سؤال مدام ريبيكا، في عندي سيارة مارتي 3 سنين مكسور ميكانيك. نعم نعم. 3 سنين مكسور سيارة ميكانيك، هلا بدي أسأل أول سنة جديدة في إعفايات شي عنه؟ لا، بيخلص الإعفاء بآخر السنة ب 31/12. يعني هلا بيقدر واحد يستفيد من الإعفاء على الغرامة التأخير من هلا ل 31/12. أوكي؟ يعني هلا أنا بدي أدفع جزوات يعني عليهم مدام ريبيكا؟ أكيد، بس في إعفاء على الجزا 85%. أوكي؟ أوكي. أهلا وسهلا فيك. ميرسي مدام ريبيكا. أهلا وسهلا فيك. يعني الناس اللي عندها كسر إن كان بالبلدية ولا بالميكانيك ولا بأي فاتورة من فواتير أكيد القطاع العام، بيقدر تقدر هلأ نية تستفيد من تخفيض على الغرامة 85%. واليوم يلي قلته ببداية الحلقة أنه صار في تخفيض كمان على كل يلي فترة الانتفاضة ما قدروا دفعوا ما عليهم بسبب الانتفاضة، كمان اليوم طلع عن هيئة السير تخفيض، يعني لإلهم تخفيض. برجع بذكر 15% من 10% لل10%. باخذ اتصال. الو. الو. اهلا. بونجور. بونجور. بدي اسالك، بدي اقول لك شغله، نحن بمنطقه جزين بعد ما خلصت السنه عم بسكروا عيارات المي للي بعد ما دفع. لا ما في سير، لانه انتو بتاخذوا من مؤسسة مياه الجنوب ما هيك؟ ايه مزبوط. مش مفروض. لا بصيدا عملوها. لا لا انا مش كان مفروض. عندي مستاجرين 4 سنين ما دفعوا، يقولوا لنا دفعنا ما قطعوا لهم المي، وهي السنة الخامسة. نعم. سألت أصحابي ببيروت كمان، هم منطقة الزين قطعوا لنا العيارات شالوها. لا قلك لا لا لا. شالوها للمي. إلا إذا كان في تعميم صادر وعاطين آخر مهلة وخلصت المهلة. منطقة واحدة؟ ليكي كل مؤسسة، لا منطقة واحدة لا. كل مؤسسة من مؤسسات المياه بلبنان عندها مجلس إدارة وعندها إدارة وبتاخذ قراراتها، عرفتي؟ إيه طيب. بس أنا ما يعني مش على علمي انه عطوا انذار انه يلي ما بيدفع رح نسجل له العيار. خليني احكي مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لشوف ليش بجزين وعلى اي اساس عم بيشيلوا العيارات، لانه انا كنت عم بقول كنا عم نسال ببيروت مثلا اذا بايلول بلشوا يشيلوا عيارات ولا لا، لانه اجمالا هيك يعني كان بعد ما في قرار. مدام برجع بقول لك كل مؤسسه مي بمنطقه، يعني جنوب عنده مؤسسة، الشمال عنده مؤسسة، جبل لبنان مؤسسة، لا نعرف إذا أخذين القرار، ما وصل لي هيك قرار، خليني أتأكد لك وبجاوبك. صورة اليوم نشوفها سوا. هذه الصورة كتير لفتتني لما سألوا حدا شو حلمك، قال لهم حلمي يكون عندي مي، عندي كهرباء، عندي ضمان، عندي تعليم، عندي استشفاء، عندي بيت نظيف بأنظيفة، عندي مواصلات. يمكن كل هالثورة هيدي بدها هالأمور، هيدي منا مطلب، هيدا حق. لازم نعرف إنه نحنا ما تسألوا عن حلمنا، حلمنا نكون نحنا وطننا حضاري، وطننا يقدر شعبه، بس مطالبنا حقوقنا هي المي والكهرباء والتليفون والطريق والبيئة النظيفة. نلتقى التنين إذا الله راد، دايما عبر الـ MTV. إلى اللقاء.